بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا ثلاث وصفات اليوم لتخسيس أو إزالة وحرق دهون البطن، كذلك للشعر وكذلك للبشرة. وصفة اليوم بمكون رائع جدا ألا وهو الكمون. الكمون على منع الجسم من تخزين الدهون التي تعد السبب الرئيسي في زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن، ويقوم بزيادة سرعة الجسم في حرق الدهون بصورة كبيرة، خاصة قلت الدهون المتراكمة داخل منطقة وحول البطن، مما يؤدي إلى التخلص وحرق دهون الكرش. نأخذ الكمون. أولا نقوم بغسله جيدا، يغسل جيدا، ونقوم بتجفيفه سواء في فرن يكون مسخن من قبل ومطفي، أو نتركه ليجف فقط على منخل. ونحتاج كذلك لحبة ليمون سواء كان الأصفر أو الأخضر المتوفر، استخدميه في هذه الوصفة. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الكمون، قلت يكون على شكل حبوب ويكون مغسول جيدا من قبل من الأتربة، ونضع عليه الليمون يكون مقطع على شكل دوائر بهذا الشكل. ثم نضيف لتر من الماء المغلي. يمكنك مضاعفة المقادير حتى تكفيك هذه الكمية لمدة حتى تكفيك عفوا المقادير لمدة أسبوعين. نضيف لترين من الماء، بمعنى ملعقة طعام كبيرة من بذور الكمون واثنين حبات من الليمون. يمكن التنويع في الليمون، نستخدم الليمون الأخضر والليمون الأصفر، أي نوع ليمون يمكن استخدامه في هذه الوصفة. نترك هذا المشروب يبرد تماما، ثم يحفظ في الثلاجة، ونقوم بأخذ كأس واحد على الريق بعد تصفيته ويكون دافئ. ندفي المشروب قبل أخذه صباحا على الريق. هذا المشروب رائع جدا، حيث يعمل الكمون على تحسين عمليات الجهاز الهضمي من خلال تسريع عمليات الأيض داخل الجسم، مما يؤدي إلى تخزين وهضم الطعام المفيد فقط، ويمنع الجسم من تخزين الدهون الضارة في الجسم. هذا المشروب آمن لكل لمن يعانون من أمراض بالمعدة، كذلك القولون، العصبي، كل من يعانون من أمراض الجهاز الهضمي يمكنهم أخذها وبكل أمان، حيث يملك الكمون فائدة عالية جدا للجهاز الهضمي الموجود داخل الجسم، فهو يعالج الكثير الكثير من المشاكل التي قد تصيبه. ويعمل الكمون على تخليص الجسم من كافة السموم التي من الممكن أن تصيب الجسم، كما أنه يعمل على تقوية كذلك جهاز المناعة. لذا لا بد من استخدام الكمون بكثرة، نأخذه في الطعام من أجل تخسيس الجسم بصفة عامة إذا كنا نعاني من وزن زائد، والتخلص قلت من الدهون المتراكمة خاصة في منطقة الكرش، وهو يعد من الوسائل الآمنة والغير ضارة نهائيا على الجسم. من الاستخدام للحوامل يمكنهم أخذ هذا المشروب بكل أمان، المرضعات كذلك، فالكمون يزيد من نسبة الحليب للمرضعات عفوا، وكذلك الأطفال الصغار يمكنهم أخذ هذا المشروب ممن يعانون من وزن زائد، وكذلك الرجال آمن وليست له أي أعراض جانبية، كذلك لمن يعانون من أمراض السكري وأمراض أخرى، فقلت أن الكمون آمن وليست له أي أعراض جانبية. نستمر على هذه الوصفة حتى نصل إلى النتيجة المرغوبة.
بالنسبة للوصفة الثانية لدينا هنا هي للشعر، فالكمون من المواد الطبيعية التي تحتوي على خصائص لتعزيز نمو الشعر، وهو علاج طبيعي ليس بباهظ الثمن، متوفر في كل بيت، من الأعشاب الطبيعية الغنية جدا بالحديد والتي تعمل على تحسين نمو شعرك. والحديد هو أحد العناصر الغذائية التي تعزز من نمو الشعر وصحته. يمكننا كذلك قلت استغلال فوائد الكمون للشعر كذلك عن طريق تناوله في الطعام. بالنسبة لوصفة الشعر، نأخذ فنجان من زيت الزيتون، ونأخذ نصف فنجان من الكمون، ويكون مطحون وليس حبوب حتى تكون فاعلية هذه الوصفة أقوى. يفضل وليس يجب، يفضل أن نطحن حبوب الكمون. نأخذ مطحنة التوابل والقهوة ونقوم بطحن حبوب الكمون. نأخذ نصف فنجان من الكمون المطحون، ونضع عليه فنجان من زيت الزيتون. بالنسبة لمن تعاني من الشيب، مشكلة الشيب، نضع زيت السمسم أو زيت الخردل أو زيت السمسم قلت أو زيت الخردل أو زيت جوز الهند، أو نضع زيت الميرامية أو زيت الأملج. هذه هي الزيوت التي نضعها من أجل إخفاء الشيب بهذه الوصفة، وصفة الكمون. نضع قلت فنجان من زيت الزيتون. يمكن إضافة أي نوع من الزيوت التي تناسب شعرك، ولكن هذه الوصفة تعمدت عمل زيت الزيتون لأنها تصلح كذلك للرضع. سأشرح عفوا الوصفة. نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا. نضع هذا الخليط على حمام مائي، حمام مائي فقط، ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها يحفظ في برطمان داكن أو في مكان مظلم، ونقوم باستخدامه دون الحاجة إلى تصفيته، لأن الكمون سيترسب في قاع الزجاج أو البرطمان. بالنسبة أولا سأتكلم عن الرضع، من عمر شهر فما فوق يمكن استخدام وصفة زيت الزيتون والكمون لهم وبكل أمان، لإزالة القشرة، لتكثيف الشعر، حتى يكون شعر رضيعك جميل به كثافة مستقبلا طويل لبنتك. يمكن استخدامها للذكور والإناث، ولكن ليلا قبل النوم. لا أنصح بوضع زيت الزيتون للأطفال الرضع في النهار لأنه يدخل الهواء للرأس، فقط نقوم بتدفئة الزيت عندما يترصف في قاع الإناء، ندفيه ونقوم بعمل تدليك خفيف لفروة الرضيع ليلا قبل النوم مع تغطية الرأس بالبني الخاص بالرضيع كل ليلة قبل النوم، والنتيجة بحول الله تعالى من بعد شهر عند الرضع ستلاحظين شعر جميل كثيف وخالي من القشرة البيضاء التي تظهر لدى الرضع. استخدميه بشكل يومي. بالنسبة للكبار يمكن استخدام هذه الوصفة، وصفة الكمون والزيت، قبل كل استحمام. نضعها على فروة الرأس حتى من الجذور حتى الأطراف، ونتركها لمدة ساعتين قبل كل استحمام، ثم يغسل، والنتيجة كذلك تبدأ بالظهور من أول شهر. نستمر على هذه الوصفة ومدة صلاحية هذا الزيت سنة كاملة في مكان قلت مظلم وجاف. ننتقل إلى وصفة البشرة، كذلك هي بالكمون. بالنسبة لوصفة البشرة
نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي أو اليوغورت، ونحاول كذلك أخذ ماء الزبادي. يمكن كذلك استخدام زبادي منتهي الصلاحية في الوصفات، كذلك هو رائع جدا المنتهي الصلاحية. قلت ملعقة طعام كبيرة من الزبادي اليوغورت أي دانون، ويمكن استخدام كذلك الحليب أو الرايب، ونضع ملعقة شاي صغيرة من الكمون المطحون على شكل بودرة ناعمة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. على بشرة نظيفة دائما يجب أن تكون البشرة نظيفة. نوزع هذا الماسك من أسفل إلى أعلى، بداية بالرقبة حتى بشرة الوجه ككل، كذلك حول منطقة العيون يوزع هذا الماسك وبكل أمان. نتركه لمدة ربع ساعة فقط ثم يغسل، صالح لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها. وبعدها نقوم بغسله بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات، ويجب ترطيب البشرة بعد استخدام الوصفات الطبيعية حتى وإن كانت البشرة دهنية. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون لهذه الوصفة، يكون ممتاز. هذه الوصفة نكرر استخدامها مرتين في الأسبوع لنتائج أفضل، حيث هذه الوصفة تمد بشرتك بكميات وفيرة جدا من الفيتامين إي، ويعتبر هذا الفيتامين فيتامين إي سبب رئيسي في الحفاظ على نضارة بشرتك كبشرة الأطفال وتأخير ظهور علامات تقدم السن كالتجاعيد طبعا. وكذلك هذه الوصفة تطهر بشرتك من الجراثيم بفضل ما تحتويه من زيوت طيارة موجودة في الكمون، وبالتالي تمنع حدوث أي عدوى بكتيرية أو فطرية على بشرتك. يقي بشرتك من المشاكل كالصدفية، تشقق الجلد، جفافه، الأكزيما. يخلص بشرتك من حب الشباب وآثاره. كذلك يمكنك استخدام هذه الوصفة لبشرة اليدين وكذلك الرقبة. يخلص قلت بشرتك من حب الشباب وحتى آثار حب الشباب. كذلك يمكن استخدام هذه الوصفة كعلاج موضعي للحروق، إذا كانت عندك حروق يمكن استخدام هذه الوصفة، وكذلك للتجاعيد، إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة. تنظف بشرتك بعمق، تخلص البشرة من الدهون التي تغلق مسامات بشرتك، وكذلك هي تعتبر كعلاج سحري للكلف والبقع والتصبغات. إذا كنت تعانين من الكلف يمكنك اعتماد هذه الوصفة، آمنة ورائعة وتعتبر كعلاج سحري فعال. كذلك تمنح بشرتك ملمسا طفوليا ناعما وتلاحظينه من أول استخدام. قلت أنه يمد بشرتك بالفيتامين إي الهام في مقاومة علامات تقدم السن المبكرة. هذه الوصفة تحفظ في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق، صالحة لمدة أسبوع كامل، بمعنى أنك تستخدمينها مرتين في الأسبوع وبعدها نقوم بتجديد الوصفة. آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق يمكن استخدامها وبكل أمان، حتى الشباب يمكنهم استخدامها وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.